أن القنصل الياباني أصيب بعدة طعنات في محاولة لاغتياله اليوم في صنعاء. وقال المصدر إن 4 مسلحين اعترضوا طريق القنصل وحاولوا اختطافه، ثم طعنوه عدة مرات عندما حاول الإفلات منهم. وينضم الآن إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة أحمد الشلفي. أحمد، هل من معلومات وتفاصيل أكثر حول هذه الحادثة، محاولة اغتيال القنصل الياباني في صنعاء؟ نعم، طبعا منذ وصلنا الخبر اتصلنا بدبلوماسي في السفارة اليابانية وأكد لنا ذلك، وأكد لنا بأن القنصل الياباني وهو أيضا المسؤول الأمني داخل السفارة اليابانية واسمه سوتو ميني، هذا الرجل خرج صباح هذا اليوم في الساعة 7:45 الدقيقة صباحا، وهذا هو موعد الحادث. طبعا المنطقة في شارع حد التي أصيب فيها هذا الرجل، فمنطقة المنطقة السكنية ومنطقة السفارة اليابانية قريبة من بعضهما، ولذلك هو خرج بسيارته طبعا وحيدا. التقاه 4 مسلحون كانوا في سيارة أجرة تاكسي وخرجوا إليه بالطبع وأنزلوه من هذه السيارة، ربما حاول مقاومتهم وأصابوه بعدة طعنات، إحدى هذه الطعنات في الرأس، مع أن المرافق معه في المستشفى قالنا بأن إصابته ليست خطيرة بالطبع. وطبعا اختطفوا سيارته، وحتى هذه اللحظة طبعا لا يعرف من هم المهاجمون. طبعا حي حدة هو حي السفارة في العاصمة اليابانية صنعاء، وبالطبع السفارة اليابانية تحذر دائما أفرادها وطاقمها الدبلوماسي من عدم الخروج والمغادرة، لكن ربما أن الرجل رأى بأن المسافة بين السفارة ومنطقة السكنية بالعاصمة اليابانية صنعاء قريبة، فحاول الخروج إلى السفارة، مما أدى إلى ملاحقته من قبل هؤلاء المجهولين المسلحين. شكرا جزيلا لك على المعلومات المتوفرة حتى الآن، أحمد الشلفي من صنعاء.